اسمي أمل العاثم، خبيرة فنون بصرية في وزارة الثقافة والفنون. أنا أول ما تخرجت من الجامعة اشتغلت مدرسة تربية فنية، نطلع مع الأطفال للدفاع المدني، فكنا يعني إحنا مثل الأطفال نطلع الأشياء مبهورين فيها. بس أنا أقول لك في المكان كان في رهبة أنه هو يدفعون وبدلات شرطة. كيف الحين بتحول هالمكان من مكان كافح الحريق عياذ بالله، يعني مبنى فيه ضباط وشرطة، بتحول إلى مكان يعيش فيه وينمو فيه الفن والثقافة؟ المشروع شيء بيكون له فارق كبير في مجتمعنا الثقافي والفني، اللي بالتالي راح يخدم شريحة كبيرة من الفنانين اللي أنا أعتبرهم محظوظين جداً وجاهم دعم على طبق من ذهب. هذا شيء جميل جداً لأن في تبادل خبرات، في اكتساب خبرات من الفنانين الكبار، في يختصر عليك تجربتك وين راح توصلين وين راح، ويلقي عوائق كثيرة. المكان راح يحتضنهم، يحتضن موهبتهم اللي راح تنصقل. اكيد راح يكون الدعم مستمر لان هذه من الدوله، ودولتنا تعودنا منها ان هي تكون سخيه على شبابها ودائما داعمه ومبادره. فاكيد بيبقى الدور علينا احنا اللي عندنا خبره ان احنا ننساهم وما نبخل. هذه جزء من احساسنا بالمسؤوليه وعرفان بما قدمته لنا الدوله. هذا اللي هم يسألون عنه دائماً، إنه هل في اهتمام في الشباب؟ الآن هذه أكبر هدية وأكبر دعم للشباب.